السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد السلام صالح، وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على قناة عالمكم. في فيديو اليوم يا أصدقائي رح نتعلم كيفية تصميم إنفوغراف بطريقة جديدة وإبداعية على برنامج باوربوينت. وقبل ما نبدأ بهذا الفيديو لا تنسوا تدعمونا باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل شيء جديد. وأيضا يا أصدقائي يوجد العديد من القوالب الرائعة والمتميزة على موقع عالمكم. وأيضا يوجد العديد من الكورسات الاحترافية على موقع عالمكم، رابط الموقع رح يكون بوصف هذا الفيديو. في البداية أصدقائي رح ننقر باليمين ضمن مساحة العمل ومن تنسيق الخلفية تعبئة متدرجة رح نختارها من 3 ألوان. اللون الأول رح نختاره من هذا اللون، واللون الثاني رح نختاره من هذا اللون، واللون الثالث رح نختاره من هذا اللون. وهلا رح نتوجه إلى اتجاه ورح ناخذه اتجاه بهذا الشكل من أسفل يسار إلى أعلى اليمين. بعدين رح نتوجه إلى قائمة إدراج ومن أشكال رح نجيب دائرة ورح أضغط على Shift ورح أرسم دائرة كبيرة بهذا المكان. رح أكررها بالضغط على Ctrl وسحبة ورح أصغرها وأحطها بهذا المكان. رح أكرر الدائرة هاي وأصغرها كمان شوي. أكرر هاي الدائرة وأكرر هاي الدائرة وأخيرا وأصغرها وأحطها بهذا المكان. رح أحدد الخمس دوائر ورح أتوجه إلى إطار ورح أحطهم بدون إطار. الدائرة الأولى رح أخذها بهذا اللون، والدائرة الثانية رح أخذها بهذا اللون، الدائرة الثالثة، وعندي الدائرة رقم 4 والدائرة رقم 5. رح أحدد هلأ الدوائر كلهم وأنقر عليهم باليمين، ومن تجميع رح أعطيهم تجميع. بعدين رح توجه إلى ترتيب، محاذاة، محاذاة إلى الوسط ومحاذاة إلى المنتصف. بعدين رح أقوم بفك التجميع عنهم ورح أوزعهم شوي وبعدهم شوي عن بعض. بعدين أسوي لهم تجميع وفقط أضبط المحاذاة. بعدين رح توجه إلى قائمة إدراج ومن أشكال رح أختار شكل سداسي ورح أضغط بالشيفت ورح أرسم شكل سداسي كبير بهذا المكان، أعطيه استدارة بحيث يكون بهذا الشكل. بعدين رح أنقر عليه باليمين ومن تنسيق الشكل تعبئة متدرجة واختاره من لونين. اللون الأول رح أختاره باللون الأبيض، واللون الثاني رح أختاره من هذا اللون. من اتجاه رح أختار الاتجاه وليكن بهذا الاتجاه، والخط كمان رح أختاره خط متدرج كمان من لونين، لون أبيض، ورح أختار هذا اللون. رح نعطيه شوية سماكة ورح أغير كمان الاتجاه بهذا الشكل. الشكل السداسي هذا رح أحدده ورح أتوجه إلى التأثيرات ورح أنزل على خيارات الظل ورح أحط له ظل لأسفل اليسار. زود الشفافية شوي، الضبابية كمان، ونسوي له شوية مسافة. وبعدين رح أقوم بتكراره وتصغيره ورح أحطه بهذا المكان. رح أكرر هذا لهذا المكان. رح أحدد الشكل الكبير وأسحبه لهون. هذا رح أحطه بهذا المكان، كبره شوي. كرره لهون، كرر هذا لهون وأصغره. هي رح كرر وصغره هيك، وهي رح كرره وأحطها بهذا المكان. تمام، رح أحدد هلأ كل هدول الأشكال السداسية ورح أنقر عليهم باليمين، ومن تجميع رح أختار تجميع، ومن محاذاة، محاذاة إلى الوسط ومحاذاة إلى المنتصف. بعدين رح أقوم بفك التجميع عنهم. عندي هدول الشكلين الكبار رح أقفل الستروك بسماكته واللي هو ثلاث نقاط. أما هدول الأشكال الصغيرة الأصغر منه رح أحددهم ورح أسوي سماكة وليكن 2.5. رح أحدد بعدين الأشكال الصغيرة ورح أسوي السماكة 2.25 مثلا بهذا الشكل. طبعا يا أصدقائي أنا في شريحة مستقلة قمت بتجهيز النصوص والأيقونات مع الخريطة اللي كنت حاطة بالخلفية. رح ننسخ الخريطة Ctrl C Ctrl V وأكبرها على قدر مساحة العمل وأنقر عليها باليمين وأعطيها نقل إلى الخلفية. طبعا هي الخريطة
إذا جينا على تنسيق الصورة الشفافية، طبعا هي هون إلى شفافية هي هيك، ولكن هي إلى هون شفافية، منخفف الشفافية شوي بحيث أنه تكون فقط صورة بالخلفية. رح نجيب النص ورح حطه بهذا المكان، ورح أعطي التعبئة بهذا اللون، ورح أكرر النص وغير اللون للون الأسود. رح أحدد الأيقونات Ctrl C Ctrl V وأقوم فقط بالترتيب. فالساعة مولي يكون رح أحطه بهذا المكان، هلا يا أصدقائي رح أحدد كل شكل مع محتوياته ورح أنقر عليه باليمين، ومن تجميع رح أختار تجميع أو Ctrl G من الكيبورد، فيها رح نحدد الشكل مع النص Ctrl G يعني تجميع. عندي كمان هون Ctrl G، هدول الأشكال هذا النص. هلا رح أحدد الدوائر رح أنقر عليهم باليمين ورح أعطيهم فك التجميع. رح أحدد الخريطة في الأول ورح أتوجه إلى حركات، ومن تضاؤل رح أعطيه تضاؤل، ورح أفعل جزء الحركة مشان أشوف الحركات، ورح أحطها مع السابق بحيث أول ما نشغل مباشرة تطلع الخريطة. رح أحدد الدوائر من الدائرة الكبيرة أصغر أصغر أصغر، بعدين رح أعطيهم تكبير وتصغير مع السابق. رح أحدد الأشكال، رح أزود التأخير شوي هيك، هاد مثلا زود شوي، ها أتركه وهاد نأخره بحيث ما يطلعوا سوا، يطلعوا لا متفرقات. رح أحدد هلا هدول الأشكال كلهم، ورح أعطيهم نمو وتحريك، رح أعطيهم مع السابق ولكن خلينا نعطيهم شوي تأخير بعدين يبلشوا يطلعوا. هلا أصدقائي رح نشغل الشريحة ورح نشوف حركة الأشكال كيف رح تطلع معنا. ولهون يا أصدقائي بيكون خلصنا فيديو اليوم. للحصول على هذا القالب رابط التحميل رح يكون بوصف هذا الفيديو. كان معكم عبد السلام صالح من قناة عالمكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.